ونقفز للقرن الحادي والعشرين إلى كتاب حجارة القاهرة بقلم وريشة جورسلاف دوبرفسكي، ليقدم لنا تغطية كاملة بالرسم والنص لحوالي 53 أثرا من جوامع ومدارس ومنازل ومقابر غالبيتها غير معروفة لنا. فيقدم الكتاب في رسوم وشروح لأثار مثل سبيل وكتاب نفيس البيضة وبيت الرزاز وبيت جمال الدين الذهبي وغيرها من آثار أخرى ذكرها في كتابه. ويقول دوبرفسكي إن حجارة القاهرة التي صمدت لمئات السنين هي جزء من شخصية المدينة في العصور الوسطى والحديثة والمعاصرة. وفي طبعة جديدة لكتاب وصف مصر لإدوارد لين، يعيد جيسون تومسون تقديم رسومات إدوارد لين مدعمة بالشرح والتأريخ لما سجله إدوارد لين الذي جاء إلى مصر في القرن 19 ولبس ملابس أهل مصر وتعلم العربية وعاش بينهم لسنوات يرصد ويسجل ويرسم الحياة في مصر خلال تلك الفترة كما فعل لين بول من قبل. ومن إيطاليا يأتي دكتور فان فوني ليعمل بالترميم في مشروع السماع خانة، وقد اهتم دكتور فان فوني بهذا المشروع قبل العمل به، حيث قرأ عن فكر وفلسفة جلال الدين الرومي، ويقول: إنني حين بدأت العمل فيه كنت أنظر إليه من الجانب المعماري فقط، ولكن حين ازدادت معرفتي بالمكان وقرأت ودرست الفلسفة المولوية وجدت مدى الروعة والارتباط بين معمار السماع خانة كمكان وأداء الطقوس الصوفية فيه. وعلى درب الصوفية يأتي مارك سيدجويك الأيرلندي الأصل ليقدم لنا كتاب الصوفية، وفيه يحكي تاريخ الصوفية منذ بدايتها حتى الآن متناولا لأسسها وانتشارها. ويخبرنا مارك سيدجويك من خلال كتابه إنه بإمكان أي شخص أن يكون متصوفا بغض النظر عن هويته. ويذكر سيدجويك في كتابه إن الطرق الصوفية لم تكن تحمل أسماء حتى بدايات القرن الثاني عشر الميلادي، وبظهور الإمام أبي حامد الغزالي ومن بعده ابن عربي بدأت الطرق تحمل أسماء مثل الشاذلية والرفاعية والقادرية وغيرها من الطرق، والتي لا تختلف عن بعضها البعض سواء في الشرق أو الغرب الإسلامي. وفي إطار الفكر الديني قدم لنا الأب كريستيان فان نسبن رسالة الدكتوراه والتي كان موضوعها مفهوم سنن الله في تفسير المنار، وقد جاءته فكرة الموضوع عندما كان يدرس الفكر الإسلامي بصورة عامة، إذ لفت انتباهه كتاب تفسير المنار للإمام محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا. ويرى الأب كريستيان فان نسبن أن هذا الكتاب لعب دورا خطيرا في مرحلة تجديد الفكر الإسلامي عامة وفي مصر بصورة خاصة. أنا شخصيا لا أحب أبدا لقب مستشرق، ما عنديش مشكلة مع المستشرقين، لكن المستشرق إنسان ينزو من الخارج. أنا في هذا المعنى بالتبني أصبح بعض نوعا ما ابن لمصر، فإذا مساهمتي عايزة أنها تكون مساهمة نوعا من الداخل وفي آخر الأمر أيضا من أجل مصر. رأس جسر الاستعمار، الحكومة والمجتمع في الأسكندرية، عنوان رسالة الدكتوراه التي كتبها الدكتور مايكل رايمر، حيث يرصد لنا تاريخ الثغر من عام 1807 إلى عام 1882، بداية الاحتلال البريطاني لمصر. ويقول رايمر
في الكتابات التاريخية المتعلقة بمصر مدينة الإسكندرية يعني مش موجودة. يعني مدينة التركيز يعني في الكتابات التاريخية دايما على القاهرة. وبالرجوع إلى الإسكندرية التاريخ والدليل، عنوان كتاب إي إم فورستر الروائي الإنجليزي المعروف والذي جاء للإسكندرية أثناء الحرب العالمية الأولى وتأثر بها لدرجة أنه ألف هذا الكتاب، حين يصف فورستر في كتابه حياته في الإسكندرية ومقابلته للشاعر كفافس. وفي الطبعة الأخيرة للكتاب توجد مقدمة بقلم لورنس داريل صاحب رباعية الإسكندرية الشهيرة، يقول فيها إن هذا الدليل أكثر من مجرد صلاة أدبية لتلك المدينة الغريبة والمثيرة التي تسمى الإسكندرية. القاهرة دليل العائلة. دليل آخر للقاهرة قدمته لنا ليزلي لبابيدي ومعها مجموعة من السيدات الباحثات، إذ يقدم لنا في هذا الدليل أهم الأماكن التي يمكن زيارتها مع العائلة وكيفية الوصول إليها. كما يقدم لنا نيل هيوستن كتاب الفيوم التاريخ والدليل، معطيا لنا تاريخ الفيوم كاملا مع وصف الآثار والعادات والتقاليد وأهم الأماكن التي يمكن زيارتها مثل عين السلين والسواقي وبحيرة قارون. طبعا في برضو سياحة في الفيوم، عدد كبير من المصريين بيجوا الفيوم من القاهرة واسكندرية ومحافظات تانية، يعني بيجوا رحلات وكده. بالنسبة للأجانب عدد قليل فعلا، ده يمكن عشان الأجنبي لما بيجي من برا ويوصل مصر طبعا عايز يشوف الأقصر وأسوان وعايز يشوف القاهرة وسيناء، يمكن فيوم ممكن تكون رابع أو خامس يعني نقطة في البرنامج عنده، ويمكن ما فيش وقت أو يمكن مش عارفين يعني معلومات كفاية عن الفيوم، إن في هنا فعلا يعني أماكن تستحق السياحة. وعندما زارت جيل إدواردز العلمين حدثتنا عن كتاب العلمين في زيارة ثانية، ويعد هذا الكتاب فريدا من نوعه إذ يحتوي على آراء ثلاثة من الدول التي شاركت في المعركة. I think the other thing about the book in general is that, and about this place in particular, is that it does represent the terrible tragedy of war. ولنترك الحروب خلفنا، فهي لا تشير لشيء سوى الدمار والخراب، وكعادة الإنسان دائما في سعيه نحو الحياة. يأتي الكاتب الإيطالي جياني جوادولدي ليكتب عن نبع الحياة النيل، ويقدم لنا كتاب اكتشاف نهر النيل متتبعا لمحاولات عديدة لاكتشاف نهر النيل، بدأت بمحاولات المصريين القدماء للوصول إلى منابع النهر، وينتهي جوادولدي في كتابه بالمستكشفين في القرن 19. وعلى درب جوادولدي نجد المخرج الكندي جون فيني يقع تحت سحر هذا النهر، فقام بكتابة سيناريو وإخراج الفيلم التسجيلي ينابيع الشمس الذي استغرق تصويره 5 سنوات، مصورا بحث الإنسان عن نبع هذا النهر منذ قديم الزمان. وقد سجل جون فيني في هذا الفيلم آخر فيضان لنهر النيل قبل بناء السد العالي.